لذلك أنا كنقول إيران هي التي أفسدت المذهب الشيعي. واحد كثير جدا من العلماء والفقهاء الشيعة لا يفعلون ذلك، بل يجرمون من يشتم عائشة ومن يشتم عمر ومن يشتم أبو بكر. أستاذ، هاجمت إيران في العديد من الكتابات ديالك باعتبارها كتنتهج التشيع بما يسمى التشيع الصفوي وليس التشيع العلوي كما جاء في كتابات ديالك. ما الفرق بين التشيع الصفوي والتشيع العلوي؟ هو هنالك خلط في بعض المفاهيم، وهذا المفهوم قد أصححه لأول مرة. الذين تعاقبوا على الحكم في إيران هم الصفويين، ليسوا أصلا من إيران. الصفويين أصلهم أتراك، الصفويين من اختلفوا مع العثمانيين وانقلبوا عليهم، استولوا على إيران فارس وأسسوا بها دولتهم. نتحدث عن الصفويين منهم. الصفويين رغم أنهم غير إيرانيين ولكن في نهاية المطاف حكموا إيران. هي إيران، إذا تحدث عن إيران، هي فتحت في عهد عمر بن الخطاب، وكان فيها مذاهب السنية الأربعة وكذلك وقليل من الشيعة وقليل من المذهب الشيعي الآخر. لكن في عهد الملك إسماعيل الصفوي، هو ملك شاب بعد ما توفي والده، أخذ الحكم وكان بطبيعة الحال صراع. علاش أنا قلت الدين استغل أبشع استغلال في السياسة؟ هي السياسة تستغل الدين، لكن الدين لا يستغل السياسة، بل السياسة تدمر الدين. العراق دائما هي منطقة استراتيجية في العالم، ماشي غير في العالم الإسلامي، يعني حتى جنكيز خان وبعده حفيده لاكو حينما خرجوا من منغوليا مروا على أفغانستان ثم فارس ثم إيران ثم العراق إلى كذا إلى آخره، وعادوا أضرجهم إلى سوريا وانهزموا على يدي أضعف سلطة في التاريخ، هي سلطة الممالك الذين كانوا يحكمون مصر. الصراع دائما كان على العراق وبغداد تحديدا. فالعثمانيين كانوا يستولون على العراق وينصبون فيها ما يسمونه قائم قام، وإيران أيضا استولوا على العراق عدة مرات، والتاريخ يعيد نفسه بطريقة أو بأخرى. ما يجري الآن هو صورة طبق الأصل تقريبا وإن بتفاصيل مختلفة لما حدث في الماضي قبل قرون. حينما حتى لا نتوه في التاريخ وأجيبك عن سؤالك، أن الملك إسماعيل الصفوي طبعا استعان بمستشاريه وإلى آخره، افتى عليه أحدهم بأن يعلن إيران دولة شيعية، بأن يعلن التشيع المذهب الرسمي للدولة، وكان المذهب الغالب هو مذهب الشافعي في هذه الفترة، يعني في منتصف القرن الخامس عشر أو نهاية القرن الخامس عشر، يعني بتحديد تواريخ تخونني بالتحديد، ولكن المهم في القرن الخامس عشر بدايته أو نهايته مش مضبوطة. ولكن هذا المستشارين ديالو في مقدمتهم أحد اسمه الأردبيلي، صفي الدين الأردبيلي، كان هذا عنده طريقة شبه صوفية إلى آخره وأصبح قويا إلى آخره، فاستعان به ملك إسماعيل الصفوي فافتعل بأن يعلن المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي لإيران. لكن مع الأسف الشديد حينما تحولت إيران من المذهب السني إلى المذهب الشيعي حصلت مجازر أيضا، دمروا مساجد السنة وقتلوا علماءها وعلماء الصفوي. إسماعيل الصفوي، وإسماعيل الصفوي هو الذي أسس الدولة الشيعية سميته بشكل رسمي في إيران. قلت لك بداية أو منتصف أو نهاية القرن الخامس عشر، التاريخ يخونني لأنني أتحدث من ذاكرتي فقط. استعانوا لأنه لم تكن هناك مراجع في إيران ولا متخصصين، استعانوا بعلماء الدين الشيعي من لبنان ومن مناطق أخرى، أسسوا لهم حسينيات بعد
بعد ما هدموا العديد من مساجد السنة مع الأسف الشديد، يمكن القول أن المذهب الشيعي انتشر، يعني فرض في إيران بالقوة كما فرضت العديد من المذاهب في عديد من الدول بالقوة أيضا، ودمرت المساجد وسجن الناس وعذبوا وإلى آخره. هكذا بدأ المذهب الشيعي. لذلك حينما نقول الصفويين سواء كانوا إيرانيين أصلا أو ماشي إيرانيين أو يكونوا حتى من يغزلفيا ماهمش، شوهوا المذهب الشيعي، مذهب آل البيت. الصفويين هم الذين ابتكروا جلبوا ما نراه الآن، مناسبة استشهاد الإمام الحسين أو أربعينية الإمام الحسين، المشي على الأقدام واللاطم والتطبير، وهذه عادة هندية قديمة ما عندها علاقة لا بمحمد ولا بآل محمد ولا بالحسن ولا بالحسين ولا بعلي ولا بأي شخصية من هؤلاء. الله نزههم الله عن هذه الخرافات والأكاذيب والأباطيل، لدرجة أن الخميني نفسه أصدر فتوى في أواخر أيام يعتقد يقول فيها بتحريم التطبير واللاطمة وإلى آخره، ولكن من يستمع له؟ أنا سألت مرجعا شيعيا كبيرا، عندي أصدقاء كثار من الشيعة في العراق وغيره، سألته لماذا لم يشارك المشايخ والمراجع في مثل هذه التظاهرات، زيارة ضريح الإمام الحسين على الأقدام والظواهر اللي كنشوفها بالضرب ولطم ودماء، وشوك الجو ديالو. لكن نحن لا نستطيع أن نسيطر على العامة، إذا قلنا هذا قد يرجموننا نحن. الفكرة حينما تعشش في ذهن العامة الجهلاء الذين لا يفقهون في الدين شيئا، إنما ورثوا تلك العادة والتقاليد أبا عن جد، وإذا قل لهم اتبعوا ما أنزل الله قلوا بنتبعوا ما وجدنا عليه أبانا، مثل ما نراه عندنا في المغرب مثلا في زيارة الأضرحة وغيرها. خذ مثلا واحد في مكناس الهادي بن عيسى، هيك الهادي بن عيسى في المولد، ما يمارس في الكوفة في كربلاء في بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، مشاهدوا هناك ضربوا ويشربوا الماء الطايب، يعني هذو يقول ما عيسى واحد الفرقة سميت عيسى، يعني نفس القصة متشابهة سواء هنا أو هناك. العامة حينما تعشش في مخهم حاجة ما يمكن تمحيها لا سلطة ولا دين ولا عالم ولا تشي واحد. لذلك أنا كنقول إيران هي التي أفسدت المذهب الشيعي وهي التي خربت المذهب الشيعي. هناك على ذكر نجي لك الفكرة تتردد كثيرا وهي شتم الصحابة وعائشة إلى آخره، واحد كثير جدا من العلماء الفقهاء الشيعة لا يفعلون ذلك، بل يجرمون من يشتم عائشة ومن يشتم عمر ومن يشتم أبو بكر، لدرجة أنه واحد من أصدقائي أنجز كتابا كبيرا سلمه لأحد المراجع كي يراجعه، هو كيقول عمر رضي الله عنه وكذا إلى آخره. فحينما قال له فيه ركاكة، قال له شنو الركاكة؟ قال له أنت تترضى على عمر وصحابه. هو مرجع المراجع، هم كلهم شيعة غير واحد شاعر فيلسوف كاتب مفكر حر يكتب، واحد مرجع شيعي، يعني اتهم الكاتب، هو كاتب كبير، اتهم الكاتب بالركاكة في كتابته فقط لأنه ترضى على عمر وأبو بكر وغيره. يعني من يسب الناس العاديين هو مجرم، فأحرى هذو الناس عاشوا مع النبي. نحن نوكل أمرهم إلى الله، احنا ننتقدهم في سياسيا، قولوا هذا صحابي أخطأ، هفن أصاب هفن أخطأ، النقد مباح، ولكن السب والشتم لا يجوز على أي حد. حتى أنا أختلف معك سياسيا، هل يدعوني الاختلاف إلى أن أشتمك أو أسبك؟ ما من الأخلاق الله. ولكن ما نلاحظه الآن في هذه الثورة التكنولوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، أنت تكتب موضوع كتعبر فيه عن رأيك، لا تشتم أحد ولا تتهم أحدا، فيأتي آخر لا يفهمون شيئا ويسبونك ويشتمونك.
إذا ولا فرق بينك بين من يشتمك أنت ومن يشتم الصحابة، يعني في نهاية المطاف أنت إنسان. كيف ينتشر التشيع داخل الإنسان؟ وبغيتك تحدثنا عن الأسباب الحقيقية وراء اعتناق المذهب الشيعي في المغرب. عرفتك شو قلتها، الأغلبية المطلقة ديال المتشيعين والمتشيعات في المغرب لسببين، جزء منهم يستفيد وجزء يستفيد من الجنس تحت مظلة زواج المتعة، والباقي ضحايا. ما هو زواج المتعة وكيف يتم؟ كيف يتم عند هؤلاء أولا؟ ما خليوش هذا الموضوع نتكلموا عليه لاحقا. مرحبا مرحبا الوقت لا يسعنا. مرحبا تفضل.